بسلمى. سلمى، محدش شاف ده فيلم عن منير مراد. بالظبط. وطبعا اللي ما يعرفش منير مراد من يعني الفنانين الكبار جدا في تاريخ السينما المصرية، وكان بيقدم استعراضات، وهو طبعا اخو ليلى مراد. ليلى مراد ده اول افلامك برضو يا اول سلمى؟ افلامي. ودخل ازاي المهرجان برضو؟ انتوا جامدين قوي يا رب ما شاء الله يخليكي عليك. والله. احنا دخلناها انا والتيم اللي كان معايا، دخلناها على عرفنا الكلام ده من على النت، ده كان مشروع التخرج بتاعك؟ استاذ عماد يسري بجد بشكره جدا، كان اكبر داعم لينا في حوار المهرجان ده لما كلمناه وتواصلنا معاه. ده ناقد ناقد سينمائي بالظبط. سينمائي، لا جامد ما شاء الله، الله اكبر عليه. فقدمنا معاه والحمد لله كان لينا نصيب ان احنا نفوز. ده اخراجك لوحدك ولا بما انه مشروع تخرج فبيبقى جماعي؟ عشان انا مش عارفه الحته دي. لا هو جماعي، جماعي. مشروع تخرج كليه الاعلام. كليه الاعلام. يعني كون ان الفيلم جماعي، هو اكتر من مخرج للفيلم لا ولا لا انت بس انا بس اخراجك بس؟ انا بس. ايه سر اختيارك لمنير مراد؟ وطبعا انت سميتيه باسم محدش شاف على اسم على اسم الاغنيه. الاغنيه. بالظبط. سر اختياري لمنير مراد كان اصلا اكتشاف، يعني انا كجيلي ما اعرفش مين منير مراد. فلما دكتور شريف المشرف بتاع الماده اللي كان مشرف على المشروع بتاعي كان اول واحد قال لي عن قصه منير مراد ده، فانا قلت له مين منير مراد؟ على طول كده اديتيها. مين منير مراد؟ مين منير استنى مراد؟ بس كده يا دكتور، مين منير مراد؟ راح قال لي ايه ده، ده ملحن كبير. قلت له جدا. ملحن وكبير؟ انا ما اعرفوش. فهنا ابتدت القصه وتمثيل بقى. وكل. عمل حاجات كتيره جدا جدا. راح قال لي انت عارفه منير مراد اللي ملحن اغنيه يا دبله الخطوبه؟ ازاي كده؟ ازاي كده؟ ازاي؟ طبعا. قلت له ايه؟ من هنا ابتدت القصه بقى. فضلنا نعمل سيرش كتير انا والتيم اللي كان معايا، حقيقي تعبنا جدا وعملنا عليها ابحاث، وفضلنا بقى لقيناه فعلا عامل اعمال كتيره قوي 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 كتيره محدش يعرفها. فلا قلت لا، ده ازاي ما يتعملش عليه سبوت؟ لازم ده يبقى واجهه كده، وان هو حد الناس كلها تبقى عارفاه. صحيح. فلا بصراحه كان حقه مهدور قوي. بمناسبه منير مراد استعراضي شويه ولا ما فيهوش لا لا استعراضات؟ في استعراض، في استعراض، استعراض. مدخلين ده في صعب استعراض. على فكره ان اول عمل ليكي اخراج يبقى يعني في استعراضات في كمان. استعراض لكن ليه؟ ايه اللي دخل الاعلام بالاخراج؟ هل انت بقى اوكي قسم ايه؟ احنا قسم اذاعه وتلفزيون اوكي. اصلا، بس طيب. وقت ما جينا دخلت المشروع والاخراج وحبيت الاخراج قوي. فوقت ما جيت اتكلمت مع دكتور شريف قلت له احنا عايزين نعمل حاجه ليها علاقه بالفن والسينما. راح قال لي انت بتتجهي هناك. انت رايحه راح فين؟ فين؟ قلت له وكنا اول مره حقيقي نعمل حاجه في جامعتنا عن فنان. اوكي. فلما عملناها زي بايوجرافي كده زي فلما عملناها كان دكتور شريف رحب جدا بالموضوع الفكره، قال لي تمام انا اللي عارض عليك الفكره، فاللي هو يعني منير مراد حد كبير قوي. لكن معنى كده انك هتتجهي اخراج بعد كده ولا هتبقي زميله؟ لا لا بقى اخراج. مذيعه؟ لا اخراج. لا بصراحه بس تقول لا اخراج، يعني برضه نفسها تبقى لا لا مذيعه بس عايزه تخرج. لا اخراج، اخراج بصراحه.